اهلا وبوصفة جديدة من وصفاتي معكم. شرايح البف باستري مع الزعتر واللبنة، يلا مع بعض نبدأ. علينا نجيب شريحة بف باستري ابيض اسمر، ما عندكم اي مشكلة، نغطسها بهالشكل بزيت الزيتون ونقلبها بزعتر، وكل ما كان الزعتر حلو كل ما كان الزيت جيد، طلعت النتيجة احلى. وصلت الكمية عندي، صلح الكمية اللي انتم تبون تحتاجونها لانها سريعة وعلى الفرن الكهربائي ما راح تاخذ اكثر من 5 دقائق. قطمتها ولا قرمتها ولا ما ادري ايش تقولون، عشان تشوفونها من جوا. نكهة الزعتر خيال المخيال مع الدبس، جنن. طبقوها، خلوا بناتكم يطبقونها.